الشبشة هو ينبوع الطيبة حقيقة يعني. وهو في الآخر يعني نصفه أنه إنسان سوداني الطيب شبشة يعني. كل من عرفه، ويمكن أنتم شفتوا الحلقة اللي شارك فيها الإخوان الصحفيين السودانيين السعوديين الكبار، نعم، ياسر الجاسر وسليمان العقيلي وعبد الله المنصور، أو نشكرهم على هذه الكلمات الطيبة طبعاً. وهم يمثلون بالنسبة للأستاذ الطيب يعني طلاب على مدرسته الفريدة. فكان الأستاذ الطيب حقيقة هو رجل كبير في علمه وكبير في تجربته، ولكن كان يقبل على كل الأجيال على اختلافهم يعني، سواء الكبير أو الصغير أو كده، بدون أي نوع من أنواع اللي هو إنه هو يعني رجل ومدرسة وتجربة، ولكن كان يتواضع أشد التواضع، وكان يدخل في حوارات في الجوانب المهنية بعشق شديد جدا، كأنه يبدأ اليوم هذه الرحلة رحلة الصحافة التي عاش فيها يمكن نحو 60 عاما. فكان الرجل يعني في تواضع جم، وفي علم يعني أي واحد يقعد معاه، وخاصة في الجوانب المهنية. وكان يعني سبحان الله عنده قدرة على متابعة الجديد يعني. لما تروح للأستاذ الطيب يعني دائما محمل بمقالات قرأها، بكتب قرأها، بحاجات بتتداول، وحتى بالنسبة للجوانب التقنية أيضا كان مواكب جدا في قضايا التقنية والحياة الجديدة. الحديثة. أيوة.